أقدم بناء حجري في العالم يصل تاريخ إنشائه إلى 4700 عام، وتحديدا في القرن 27 قبل الميلاد. هو هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، والذي افتتحته وزارة السياحة والآثار للجمهور بعد إغلاقه لمدة 14 عاما، وتحديدا منذ عام 2006. هذا الهرم طبعا يعني واحد من سلسلة آثار وكنوز مصر اللي الدولة المصرية الحقيقة في الفترة الأخيرة هناك تركيز شديد جدا على ترميمها والحفاظ عليها وإحيائها. حضراتكم طبعا يعني أكيد بتتابعوا معانا حجم الهائل من المشروعات الكبيرة اللي الدولة النهاردة بتقوم بيها في مجال ترميم وصيانة واستغلال الآثار المصرية من مختلف الحضارات. يعني يمكن الحقيقة معالي الوزير وأنا كنت شرفت معاه بصحبته إن إحنا افتتحنا عدد كبير من المشروعات، في مشروعات طبعا كلها راجعة للحضارات المختلفة، الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة عشان نبقى يعني علميا بنقول التعريف صح، الحضارة المصرية القديمة، الحضارة القبطية، الحضارة اليهودية والحضارة الإسلامية، وأيضا العصر الحديث. هناك العديد من المشروعات الكبيرة اللي الدولة الحقيقة أنفقت فيها واستثمرت مئات الملايين من الجنيهات من مواردها الخاصة أو بدعم من بعض الجهات المانحة والجهات الصديقة لإحياء تراثنا الحضاري الكبير جدا اللي يعود لآلاف من السنين. حضراتكم إحنا الحمد لله يعني هناك تركيز شديد جدا على المشروعات دي. حضراتكم مصر النهاردة يعني أنا بعتبر الحقيقة ما يتم حاليا في مجال التراث والثقافة والحفاظ على الآثار هو مشروع قومي يعادل المشروعات القومية الكبيرة للدولة بتبني فيها أماكن جديدة زي العاصمة الإدارية والعالمين وكل المدن الجديدة والمشروعات الطرق القومية. هذا المشروع أيضا الحفاظ على التراث الخاص بمصر لا يقل إذا ما كانش أهم من كل هذه المشروعات. فإحنا كدولة بننظر أيضا إلى الماضي بتاعنا وإزاي نحييه كما أننا ننظر للمستقبل وبناء المستقبل. الحقيقة يمكن الفترة اللي فاتت لو تلاحظوا هناك الحقيقة تركيز على إنهاء مشروعات كثيرة جدا. معالي الوزير افتتح يمكن منذ أيام كان المعبد اليهودي في الأسكندرية، مجموعة أخرى من المشروعات القبطية والإسلامية، المشروعات الحضارة المصرية القديمة هي يعني على طول نصب أعيننا. طبعا متحف الحضارة في منطقة الفسطاط النهاردة إن شاء الله إحنا على قدم وساق إن إحنا ننهيه، وأيضا المتحف المصري الكبير اللي هيكون بكل المقاييس هو أعظم المتاحف على الإطلاق في على الكرة الأرضية إن شاء الله. يعني الدولة كلها والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بيتابع يعني بصورة دورية ومستمرة أعمال الانتهاء من هذا المشروع الضخم اللي هيكون عنوان لمصر الجديدة والتي لا تنسى أبدا تاريخها وتراثها ومتمسكة به وقادرة إن شاء الله على أنها تحقق كل طموحات شعبنا في هذا الموضوع. إحنا موجودين دلوقتي في منطقة سقارة الأثرية، أول عاصمة لمصر الموحدة من حوالي 5000 عام من النهاردة، كان اسمها منف. منف كان ليها جبانة على غرب العاصمة. إحنا النهاردة في واحد من أهم أجزاء جبانة منف اللي هي منطقة سقارة. منف وجبانتها مسجلين على قائمة التراث العالمي لليونسكو من سنة 1979. سقارة هي جبانة منذ العصر العتيق، يعني منذ التوحيد، يعني منذ 5000 عام من اليوم، مرورا بالتاريخ المصري القديم كله والعصرين اليوناني والروماني والأديرة كذلك. هي منطقة أثرية هامة جدا. إحنا موجودين الآن داخل المجموعة الجنائزية للملك زوسر. إيه هي أهميتها؟ هي أول بناء حجري متكامل في العالم وليس في مصر. المهندس المعماري العبقري إمحوتب الذي قدس بعد مماته والذي اعتبر أدمج مع الإله إسكليبيوس إله الطب، بنى للملك زوسر هذه المجموعة الجنائزية الفريدة. ولا أننا نتعجب كيف استطاع أن هو يعمل هذا البناء
ويفضل قائم على مدار 4700 عام. إمحوطب بنى للملك زوسر هذه المجموعة الجنائزية من الحجر الجيري. الهرم ده ارتفاعه حوالي 60 متر تقريبا، قاعدته بشكل مستطيل حوالي 121 متر في 109 متر، مكون من 6 مستويات. لما بناه الملك المهندس المعماري إمحوطب كان عبارة عن مصطبة، ومصطبة هي البناء العلوي المستطيل الذي كان يعلو أبار الدفن، ثم كبر المصطبة عدة مرات إلى أن حولها إلى مصطبة متدرجة، إلى أن وصلنا إلى هذا المستوى بست درجات. الهرم بناء مصمت، لا يوجد غرف بداخله ولكن أسفله. الهرم له مدخل أساسي في الجهة الشمالية، هو مدخل نازل، مجموعة ممرات كبيرة أسفل الهرم بيتخطى كل طولها 2 كيلو متر. بعضها ما هو مزين بحائط عليه أبواب وهمية ومناظر للملك زوسر وهو يقوم بالطقس الحبسد، وكان مغطى بحائط من الفيانس الأزرق. وفي أسفل الممرات وفي نهايتها نصل إلى بئر الدفن الرئيسي، وهو في بير عمقه 28 متر، عرضه 7 متر. وهنا نتساءل كيف استطاع المهندس المعماري في القرن 27 قبل الميلاد أن يخلي هرم كامل بهذا الحجم يكون موجود فوق بير عمقه 28 متر وعرضه 7 متر ويستمر بقاؤه 4700 سنة. أعمال التطوير شملت مشروعا لدرء الخطورة التي تعرض لها الأثر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إعادة تثبيت الأحجار المفككة بجسم الهرم وترميم الممرات الداخلية وبئر الدفن وإزالة الرديم من داخل الهرم وإعادة اكتشاف التابوت الجرانيتي وعمل مسار للزيارة. مجلس أعلى الأثار بدأ يعمل دراسات 2003-2006، بدأ مشروع كبير من 2006. بعد 2011 المشروع تعثر، استأنفنا العمل نهاية 2015 تحت إشراف أثري وهندسي هام جدا. فالنهاردة نفتتح المشروع بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، حضور سفراء كل العالم تقريبا، حضور إعلامي عالمي. هي رسالة من مصر للبشرية كلها ان احنا بنحافظ على اثرنا، على تراثنا. احنا شفنا في 2020 في الشهرين اللي فاتوا احنا فتحنا جامع الفتح في قصر عابدين، بعديه بساعات فتحنا معبد اليهودي في الاسكندرية، بعديه من 5 أيام فتحنا متحف الغردقة، اول متحف في البحر الاحمر في مصر. النهاردة بنفتتح اول هرم واول بناء حجري في العالم بتكلفة 104 مليون جنيه، مشروع عمره 14 سنة تقريبا. الشهر ده قصر براء، الشهر الجاي افتتاح جوزي متحف الحضارة ونقل المومياوات الملكية في موكب عالمي، وراهم على طول طريق الكباش، تطوير الهرم، متحف المركبات الملكية، متحف كفر الشيخ. زي ما دولة الرئيس مجلس الوزراء قال، احنا القطاع ده الحكومة، وانا محظوظ ان انا يعني اشرف العمل هذه الفترة، ان عندي دفعة غير مسبوقة من القيادة السياسية ومن الحكومة بتوفير كل التمويلات اللازمة، لان تاني طبعا ليه مردود سياحي، اكيد ليه مردود ان مصر بتحافظ على حضارتها، ودي الاهم في رأيي كمان، انها رسالة ان احنا بنحافظ على اثرنا وحارسين عليها وحطنها كأولوية زي المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى لمصر بتعملها. فدي رسالة كبيرة قوي النهاردة. ويبلغ ارتفاع هرم زوسر اكثر من 60 مترا، وبئر دفن بعمق 28 مترا تحت الارض، فهو مكون من 6 مصاطب متدرجة فوق بعضها البعض، حيث تم بناؤها على عدة مراحل على يد إمحوطب أحد وزراء الملك زوسر. أهم وأقدم بناء حجري في العالم. زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، مؤسس الدولة القديمة، بنتكلم على القرن 27 قبل الميلاد، بنتكلم على ارتفاع 60 متر، بنتكلم على 6 مصاطب بني واحد فوق الآخر، بنتكلم على حالة تدهور كان فيه من قبل 2001 قبل 2002. المهم ان احنا في 2006 بدأنا بالفعل اعمال الترميم المعماري والدقيق، عملنا ربط للحاجات الضعيفة، استخدمنا ناس المونة اللي استخدمها القدماء المصريين، عملنا انكورز لربط البلوكات الحجرية بعضها ببعض، وانتهى العمل بعد 14 سنة من مجهود غير عادي.
ترميم معماري وترميم دقيق. أنجزنا المهمة الحمد لله بسلام النهاردة في وجود دولة رئيس الوزراء اللي افتتح المشروع، معالي وزير السياحة والآثار، معالي وزير الإسكان، سيد محافظ الجيزة، و42 سفير ممثلي دول العالم، منها أمريكا، منها فرنسا، منها 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 منها. الحمد لله النهاردة كان يوم حدث عالمي. يفتتح النهاردة المدخل الجنوبي لأول مرة. جميع أهرامات مصر على الإطلاق ليها مدخل واحد بس من الناحية الشمالية، وخاصة بتوع الدولة القديمة. أما بالنسبة لهنا له مدخلين، واحدة في الناحية الشمالية، واحد استحدث في الأسرة 26 من الناحية الجنوبية. ما يميز هذا الهرم عن بيته؟ لما نتكلم على غرفة الدفن اللي هي 28 متر وتحت نوصل لتابوت، التابوت ده مكون من 32 بلوك جرانيتي جاي من محاجر أسوان. كل بلوك من البلوكات اللي موجودة من فوق عليها أرقام واتجاهات، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، اتجاهات، ده الاتجاه اللي هنا، اتجاه هنا، عشان يسهل عملية التركيب. 32 بلوك بلغ وزنهم حوالي 176 طن. المدخل الشمالي كان عملية صعبة جدا، الحمد لله احنا مهدناه، لكن مش مفتوح للزيارة. المفتوح حاليا للزيارة بتذكرة خاصة ب 100 جنيه للأجنبي، و 50 جنيه للطالب الأجنبي، و 40 جنيه للمصري، و 20 جنيه للطالب المصري. وخلاص بدأت من النهاردة بالفعل زيارة الهرم ولأول مرة من المدخل الجنوبي. وتعد جبان السقارة متحفا مفتوحا حيث تجتمع بها معظم فترات التاريخ المصري القديم، وتضم أهرامات لملوك الأسرتين الخامسة والسادسة. لأول مرة منذ 14 عاما يستطيع أقدم بناء حجري في العالم وهو هرم زوسر استقبال زواره من المصريين والأجانب بعد بداية أعمال الترميم في عام 2006. من منطقة السقارة الأثرية، أشرف مبارك، النيل.